لله الحمد كنشوف بأن جميع الجماهير دايره اليد في اليد وحامله على العاتق ديالها بأنها غتساند فريق هذا الموسم غير بشروط اللي شروط الكل كيعرفها بأن كاين مرشح حالي اللي يرقى لتطلعات الجماهير بصفة عامة أو المنخرطين أو الجمعيات أو زعما كنظن باللي لحد الساعة كاين مرشح واحد ونتمنوا له التوفيق إلى بقى بوحده ولما لا يكون مرشحين آخرين فهذا شيء جميل وفريق من حجم الرجاء البيضاوي كيكونوا جوج ديال لي كونديدا أو ثلاثة نتمنوا التوفيق اللي غادي يجي وغنكونوا حنا هما السند حنا هما الذراع الواقي ليه كيف ما بغات تكون النتائج الور كيف ما شفتوا الاجتماع اللي حضروا فيه الجمعيات ورابطة محبي أنصار فريق الرجاء البيضاوي وبعض المنخرطين دونك كنظن باللي راكم عشوا معنا الاجتماع الكل مصر على أن يضع اليد في اليد للمضي قدما إن شاء الله وتحقيق الأهداف المسطرة وإن شاء الله بلاغ سيصدر عما قريب بما تم به هذا الجمع.